من إنفو لايف تي في من القدس، معكم عناب حلبي لموجز أخبار المساء. نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله في خطاب أمام مؤتمر الهجرة والاستيعاب أنه يعتزم إحضار 1,000,000 مهاجر يهودي جديد من دول أوروبا الشرقية وأثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية. ومن جهة ثانية شبه نتنياهو إيران بالحكم النازي لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.